كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. وركلة البداية، المقهوي، المقهوي، عمر السومة يلعبها طويلة على الطرف. تغيير لاعب على الأجناب، مرت الكرة بشكل جميل. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يمر ويلعب كرة بينية. وينجح في استعادة الكرة سريعا، يحاول أن يسدد الكرة من هنا بعيدة تماما عن المرمى. المقهوي يلعب كرة بينية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. المقهوي، عمر السومة، لمسة بينية. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. عدت الكرة، يلعب كرة على اليسار. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، فاتت ومرت وصلت إليه. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع،
نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. مرت الكرة. عمر السومة، فرصة هجوم معاكس، يحاول أن يلعب كرة بينية. لمسة بينية، يسد الكرة، تضرب في القائم وترتد. أمام فرصة للتسجيل، تسديدة، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. تدخل جميل واعتراض أجمل. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين. تحرك جميل، عندي فرصة للتسديد، الكرة داخل الشباك، ويسجلون الهدف الافتتاحي. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. كرة طولية من الحارس، يحصل عليها هوساوي، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، يسيطر على الكرة، كرة ملعوبة إلى عمر السومة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لعبة عرضية، كرة رأسية خطيرة، لن تسبب أي إزعاج الحارس. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. الدفع بلاعبين في وقت واحد. يلعب كرة بينية، تنطلق الصافرة، انتهت المباراة. إذن عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية، جدار برلين. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلت